لك ردود فعل مختلفة، بيوصلك تفاعل مختلف. عايز أسألك على تجربة العرض الأول، على أولا تجربة العرض الأول على شاهد في أي بي. ها أنا شايف إن العرض على منصة شاهد إدت للمسلسل فرصة أكتر إنه يتشاف، وكده هيبقى رد الفعل كمان مرتين. يعني بعد أكيد بعد ما تعرض على شاهد شوية هيتعرض على التلفزيون تلفزيون للناس كلهم يعني. فإحنا مستنيين ردين فعل دلوقتي. دلوقتي الحمد لله رد الفعل بتاع الناس بتوع شاهد مبسوطين جدا، منقسمين طبعا في الاراء، طبيعي. والموضوع جديد عليهم. واحيانا بيبقى الفن لما بيكون فيه حاجات فيها صدام ما بيننا وما بين الحاجات اللي احنا متعودين عليها، او بيبقى فيه حاجه جديده الناس مش متعودين عليها قوي، بيتخبوا. بس هي احداث بتحصل في الحياه، وساعات احيانا